في خرجة لم يتعود عليها الشارع العطافي بولاية عين الدفلاء، امتزجت البسمة والفرحة مع حملة تنظيف الأحياء بمبادرة من طرف المهرج طيب الذي أمتع الأطفال بألعابه، وفي نفس الوقت حثهم على الحفاظ على النظافة وهو ما استحسنه سكان الحي. مبادرة طيب هذه كنا احنا مسكين به يهرج معهم يضحك مع الأطفال وجبناه به النظافة. وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ فكرة العيش بحي جميل ونظيف لدى الطفولة وأجيال المستقبل. قررت بها نخرج هنايا للحي وندير توعية تاع النظافة، وهكا الحمد لله استقبلونا، تلاقينا بأطفال استقبلونا. أطفال الحي ببراءتهم شاركوا في هذه الحملة بطريقتهم الخاصة. نشكر طيب على هذه المبادرة اللي دارها في هذا الحي، وعلى الأطفال اللي قاموا بحملة التنظيف هذه، وعلمنا كيف قيمة النظافة، ولعب معنا وغنى معنا وزهر معنا. ننظفوا الحي ونحافظوا على البيئة وما نزيدوش نمر أو سقف الأرض. علمنا كيف نحافظوا على النظافة. مبادرة المهرج طيب رفقة أطفال الحي وأوليائهم بإمكانيات بسيطة صنعوا من خلالها لوحة فنية رائعة ومشرفة من شأنها أن تغير من نمط حياة السكان إلى الأحسن.